الخميس 21 فبراير 2019 في عرب وود الليلة. عرض أزياء يكشف عن مشاركة ماجد المصري لمحمد رمضان في مسلسل زلزال. بخلص مسلسل بحر إن شاء الله وبعد كده إن شاء الله داخل مع محمد رمضان مسلسل زلزال. زفاف جينيفر لورنس قريب جدا. Are you happy? I love you. مصمم الأزياء توفيق حطب بينتقد النجمات اللبنانيات في باريس فاشن ويك. أنا بحب لبس بس بحب أخذ حق الفستان. ميغان ماركل ترافق زوجها للمغرب رغم حملها. زياد برجي يعزف في حفلة حسين الديك. عم بيقولوا معلق براسنا كل شي في غنيته 7000 غنية، العلقان براسنا هالروح اللي كانت سائدة بيناتكم. عابد فهد بنديت صامتوا عندما تشيخ الذئاب. ممكن الواحد يكون رايح للهاوية وبعدين فجأة يلاقي حاله إنه القدر ساعده إنه ما يوقع بهالحفرة. أهلا بكم مرة تانية. أقامت مصممة الأزياء النجوى زهران عرض مجموعة أزياء ربيع وصيف 2019-2020 وهو الأول ليها في القاهرة. وتميزت كمان مجموعة الأزياء اللي قدمتها بالجرأة والحداثة والألوان المتنوعة بين الأحمر والأبيض والأصفر بدرجاتهم. حضر العرض عدد كبير من نجوم المجتمع والفنانين زي دينا فؤاد وماجد المصري، واللي أعلن من خلال العرض عن تعاون جديد بينه وبين محمد رمضان. نجوى زهران قدمت مجموعة متنوعة في كل شيء والجرأة كانت عنوانها. عندنا كل أنواع أول زمود لكل الأعمار، كوكتيل دريسز، كوكتيل شيك أند كاجوال شيك، معي كل بعمل كل أنواع دريسز وثري ويدنج دريسز. نجوى كمان بتوعدنا اننا هنشوف كوليكشن عصريه تستطيع المنافسه في السوق المصري. هيبقى في ان شاء الله اعلى لاين للموضه ل 2000 ومن 2019 2020 ومكملين ان شاء الله، وده اول ديفيلي ليا في القاهره. وحدثتنا اكتر عن الالوان التي ستعتمد عليها في مجموعتها القادمه للصيف. الالوان اللي هي اللي شويه فقعه، الاخضر، الاورنج واحمر، البيربل، الألوان دي كلها وألوان برضو والطل في القماش طالع موضة جدا. وكتير من الفنانين كانوا مهتمين جدا بتواجدهم في العرض زي ماجد المصري ودينا فؤاد وجوليا شواشي. انا جاي لنجوى زهران اقول لها مبروك، الف الف مبروك، واضح ان في حاجه مهمه جدا بتحصل. طبعا ببارك لنجوى زهران في ليه قوي جدا. انا من الفنانات اللي بيلبسوا من نجوى زهران، يمكن من اوائل الفنانات اللي بداوا يلبسوا معاها من اول ما جت مصر. انا اوريدي لبست قبل كده عند نجله في العرض الخاص بتاع نادي الرجال السري، وبصراحه بحبها جدا، بحب الستايل بتاعها قوي. واستغلينا تواجدنا مع ماجد المصري وعرفنا جديده. بخلص مسلسل بحر ان شاء الله وبعد كده ان شاء الله داخل مع محمد رمضان مسلسل زلزال. اقيم امس حفل البريت اووردز وافتتحه هيو جاكمان بعرض من فيلم ذا جريتست شومان، كما حصل العديد من الفنانين على جوائزهم من بينهم كالفن هاريس ودوا ليبا يلي استحوذت على جائزة أفضل سينجل، كما حصلت أريانا جراندي على جائزة أفضل فنانة وحصل دريك على جائزة أفضل فنان. We'll be right back.
هننتقل دلوقتي عن زميلتنا سلمى في النيوز روم. مساء الخير يا سلمى. مساء الخير جولي. حفل توزيع جوائز الأوسكار خلاص يوم 24 فبراير، ومع اقترابه حبينا نفكركم بأهم الافتتاحات اللي عاشت في أذهان الجمهور، خاصة وإنها بتكون أهم لحظات في الحفل. لكن يبقى السؤال، هل هنعيش اللحظات دي السنة دي بعد الإعلان عن إن الحفل سيكون بلا مقدم؟ بدل بيلي كريستل صاحب أهم الافتتاحيات الخاصة بحفل الأوسكار، حيث أنه صاحب المركز الثاني بعدد تقديم الحفلات ويلي وصلت لتسع مرات، حيث بيسبق الكوميديا المحنك بوب هوب ب 19 حفل قام بتقديمهم. It's a wonderful night for Oscar, Oscar, Oscar. وبيتسم كريستل بافتتاحياته بالانسيابية الشديدة بإلقاء النكت يلي دايما بيتم استقبالها بحفاوة كبيرة من الحضور. وكان لكريستل عادة متكررة أثناء تقديمه الحفل، وهي عرض وجوه بعض من الفنانين على الشاشة والحديث عن يلي عم بيدور بخاطرهم بهاللحظة بطريقة كوميدية. 20 days and 20 nights the Emperor Penguin will march to a place so extreme it supports no other life. أما إيلين ديجنيرس فقد قامت بتقديم الحفل مرتين بعام 2007 وعام 2014، وكانت افتتاحيتها من أهم الافتتاحيات بتاريخ الأوسكار، حيث استطاعت أثناء الحفل بأخذ صورة بتضم العديد من النجوم وعلى رأسهم ميريل ستريب، جينيفر لورنس، أنجلينا جولي، جارد لاتو وغيرهم، لتحطم الرقم القياسي على موقع تويتر لأكثر الصور يلي تم إعادة نشرها، حيث تم نشرها أكثر من 2 مليون مرة بأقل من 24 ساعة. Meryl, can you take it? I can't get everybody in here. Can we fight? All right, again? I got a problem. Okay. Further? Your arm. All right. Okay, my arm goes way. All right. My arm's definitely better. Okay. That's hey, that's Ready? Good. Look at us. أما هيو جاكمان فقد قام بتقديم الحفل عام 2009 وقدم فقرة غنائية افتتاحية طويلة تم الثناء عليها بشكل كبير، لدرجة أنه في كتير من الأقاويل يلي بتشير أنه حصل على دور البطولة بلي ميزيغاب من بعد غنائه بهالافتتاحية. The reader I haven't seen the reader I was gonna see it later but I fell behind. أما جيمي كيمل فقد قام بتقديم الحفل عامي 2017 و2018، حيث قدم افتتاحية قوية وذلك من بعد ما تحدث عن ميريل ستريب يلي كانت بتواجه نقد لاذع من الرئيس دونالد ترامب بوقتها، ولقى تصفيق حار من الحضور. The greatest actor of all time, Meryl Streep is here with us. She earned her 21st Oscar nomination. Meryl's film career started in 1977. بننتقل لعبير صبري واللي بتستعد لمشاركة محمد عادل إمام في مسلسله الجديد هوجن واللي هيتعرض خلال شهر رمضان المقبل. أبدأ أصور يعني يمكن بكرة أو بعد بكرة، وعندي كمان مسلسل نجم عمرو يوسف، فدول مسلسلين أنا موجودة فيهم في رمضان إن شاء الله. يزال في عربود الليلة، أمير تعيمة يشجع الحركة الفنية في السعودية. حاجة مهمة جدا للفن المصري. جينيفر لورنس تدعو الكارداشيانز إلى حفل زفافها. نصيحة لسميرة سعيد من خبراء الموضة من أجل لوك أفضل. بعض الأحيان في أشياء لبستها ما حبيت عليها. زياد برجي يرفض مغادرة الصالة بعد وصلته من أجل دعم حسين الديك.
الشاعر الغنائي أمير تعيمة سعيد بالحركة الفنية في السعودية واللي بتنظمها هيئة الترفيه بالتعاون مع نجوم مصريين زي عمرو دياب واللي سبق وأحيا حفل كبير جدا في السعودية. هو كمان عنده أعمال منتظرة كتير مع أنغام وأعمال تانية هنعرف تفاصيلها حالا منه. عام 2019 عام مزدهر للشاعر وكاتب الأغاني المصري أمير تعيمة. في حاجات كتيرة إن شاء الله، كل الألبومات اللي نازلة فيها شغل، أنغام أقرب حاجة نازلة خلاص خلال الأيام، وفي مجموعة أعمال كتيرة إن شاء الله. الممر نزل فيه بمشاركة أستاذ شريف عرفة، وفي عمل تاني مع المنتج وليد منصور، بس يعني لسه في مرحلة التحضير إن شاء الله، ممكن يلحق 2019. الحمد لله ألبوم حماية أنا عامل فيه 5 أعمال بجانب أعمال زمايلي. الألبوم ردود الفعل عليه هايلة، وخاصة من البداية يعني عدد 11 مليون فيوز في مدة قليلة، رغم أنه لسه يعني ما فيش فيديو كليب أو حاجة، فالحمد لله يعني ده هذا من فضل ربي يعني. من البداية قلت لك إن مش دايما يكون الحب كافي. وسألناه عن ايه تعاونه مع الفنان عمرو دياب في أعمال مستقبلية. عمرو دياب مش محتاج ان انا اقابله في مكان عشان يبقى في عمل قريب. عمرو دياب لو ما بيحصلش تعامل بيبقى مش مقصود، وعمرو دياب ده استاذي وشرف لي ان اتعامل معاه في اي وقت، يعني هو اي وقت هيحب ابقى موجود معاه ده شرف لي يعني. وذلك بجانب حرص امير تعيمة على تأدية دوره الاجتماعي بتعاونه مع هيئة الترفيه. هنفهم التفاصيل، لسه ما فيش عقود بتفاصيل، دي مذكرة تفاهم لاثبات حسن نية الطرفين. العقد موقع من انا وايمن بهجت قمر، احنا طلبنا، هم كانوا طالبين ان يبقى في اعمال مع ايمن مسرحية أعمال معايا، وإحنا طلبنا إن إحنا يبقى عقد واحد، لأن أنا وأيمن من زمان عايزين نشترك مع بعض في حاجة. يعني أتمنى إن كل أي فنان يبقى عارف إن هو لو خد يعني حتى 5% من وقته إن هو يدعم الدور الاجتماعي هيبقى مؤثر وهيفرح ناس كتيرة يعني، وهيساعد ناس كتير. وأكد تشجيعه لوجود حفلات وعروض فنية في السعودية. هو لما عمرو دياب يطلع يعمل 3 حفلات في السعودية، طول عمرهم بيعملوا حفلات برا، وحمائي وتامر وكل الناس دي حاجة مهمة جدا للفن المصري. طول عمرنا موجودين خارج مصر، الأعمال حتى المسرحية حتى لو كان العرض الأول هيبقى في السعودية، الناس هيرجعوا يشوفوها في التلفزيونات. العروض المميزة مش هتبقى في إكسكلوز يعني، هتبتدي في السعودية وبعد كده هتكمل، واحنا يا ريت يبقى في اكتر من يعني، يا ريت لو الامارات تعمل كده واي دوله عربيه تعمل كده. احنا محتاجين ضخ الانتاج قوي، وبجانب الانتاج اللي بيحصل في مصر دي حاجه في مصلحه الفن المصري يعني. أعلنت جينيفر لورنس خطبتها من فترة قصيرة على حبيبها كوك ماروني، وبالفعل بدأت بدعوة الناس لحفل الزفاف وفي مقدمتهم الكاردياشيانز. جينيفر لورنس من أشد المعجبين بعائلة الكارداشيانز، فهي متابعة على برنامج تلفزيون الواقع Keeping Up with the Kardashians باستمرار. كما أنها مقربة جداً من العائلة، وبالتالي فهي بدأ أن يكون جزء من حفل زفافة على خطيبة كوك ماروني. So I want to tell you, don't ever think that the world owes you anything, because it doesn't. وذكر مصدر مقرب من لورنس أنها بتحب كتير كريس جينر وكيم كارداشيان، وأمضت كتير من الوقت معهم ومع أفراد تانية من العائلة، وبالتالي فهن ضمن القائمة القصيرة للمدعوين لحفل الزفاف. It takes like a really strong woman to pull off this like icy blonde. وأضاف المصدر أن لورنس ذكرت أنه بدها كيم تكون برايدزميد، كما أنه كريس عندها رخصة تسمح لها بتزويج الأشخاص، فمن الممكن أنه تكون هي مي رح تقوم بتزويجهم. وعبرت لورنس عن حبها للعائلة بأكثر من مرة، فبحفل عيد ميلادها سنة 2015 تواصل أصدقائها مع كريس لتحضر الحفل وتفاجئها نظراً لحبها الشديد لها، ومن بعدها أصبحوا أصدقاء. Called me up and said, would you surprise Jennifer on her birthday? This was a couple years ago. And
give her a birthday cake, like you'll be the surprise. كما أن حلت محل جيمي كيمل واستضافت كيم ببرنامج جيمي كيمل لايف بنوفمبر 2017. أيضا نشرت كريس على حسابها على إنستغرام صورة لهدية من لورنس بأعياد الكريسماس، وكانت لورنس قد أعلنت خطبتها ببداية فبراير الحالي على كوك من بعد علاقة حب دامت 8 أشهر. Are you happy? I love you. قامت نوال الزغبي بداية الأسبوع بنشر برومو كليب أيام صعبة من ألبومها الجديد كده باي، وعلقت عليه بكلمات الأغنية. ومن ثم قامت بالإعلان عن طرح ألبومها بنشر برومو لأحد أغنيات الألبوم معلقة. بعد طول انتظار أخيرا صار فيكم تسمعوا كل الألبوم على قناة روتانا على يوتيوب. كمان نشرت فيما بعد صورتين من جلسة تصوير الألبوم معلقة عليهم بكلمات أغنيتها محايا وصبح. وقامت كمان بنشر صور لإطلالاتها الأربعة ببرنامج داي والمشاهير واللي صممهم نديم أوليفيرا. وبعد كده نشرت فيديوهات من داي والمشاهير أثناء غنائها أغنيتين من الألبوم، وهما كده باي واللي براسي عملت. وختمت الأسبوع بنشرها ستوري لباقة الزهور اللي أرسلها ليها فهد العليوة. بعد الفاصل، من ستكون بوند جيرل الجديدة؟ والعانة في دبي والسبب زياد بورجي وحسين الديك وعباس جعفر. كان حضور كبير جدا وبمحبة كبيرة مننا ومن جمهورنا. مصمم أزياء لبناني لا تعجبه جرأة هيفاء وهبي. اللون الأصفر ما حبيته، واللي لابسته كله أصفر بأصفر ما حبيته، أو في تحت منه شيء أبيض. عابد فادي يكشف العربوت حصريا تفاصيل دوره في دقيقة صب. ملامح الدور انه هو شخص كان معرض لحكم. افلام جيمس بوند ظاهره ما ينفعش نبطل نتكلم عنها، وطبعا احد اهم الشخصيات افلام بوند هي البوند جيرل، وهو الدور اللي بتتهافت عليه العديد من النجمات. فيا ترى مين النجمة اللي ممكن تكون بوند جيرل الجديدة؟ مع بداية التحضيرات على الفيلم الجديد الخاص بسلسلة جيمس بوند وتأكيد عودة دانيال كريغ مجدداً لأداء دور جيمس ليصبح الفيلم الخامس لإله ضمن السلسلة، مما زاد من التساؤلات الخاصة بمين رح تكون البطلة أمامه، فهل رح تعود الفرنسية ليا سيدو لأداء دوره مجدداً، أم رح يتم الاستعانة بممثلة جديدة؟ ولعل أحد أشهر الممثلات يلي لعبوا دور بوند جيرل هي أونر بلاكمان بفيلم جولدفينجر عام 1964 أمام أحد أشهر الممثلين يلي لعبوا دور جيمس بوند وهو شون كونري. Isn't it customary to grant the condemned man his last request? You've asked for this. أما جين سيمور فقد استطاعت أن تفوز بالدور عام 1973 أمام روجر مور بفيلم Live and Let Die. What you are and why you come. You have made a mistake. You will not succeed. هالي باري يلي لعبت دور البطولة أمام بوند الجديد بيرس بروسنان بفيلم Die Another Day لعام 2002 لتصبح واحدة من أهم الممثلات يلي لعبت هالدور. أما إيفا غرين فقد فازت بالدور عام 2006 بفيلم كاسينو رويال أمام دانيال كريغ يلي أصبح أحد أهم الممثلين الرجال يلي لعبوا هالدور ليستمر بلعب هالدور. Go find Mathis. Tell him I've hidden the bodies down here and I want him to get rid of them.
Do that now. Go, go, go! فيلم بوند الجديد تم الإعلان عن عرضه ب 2020 وبيتم حالياً الاستقرار على فريق العمل والأبطال أمام دانيال كريغ بما فيهم فتاة بوند الجديدة. With pleasure. توفيق حطب مصمم الازياء اللبناني اللي كشف لنا في حلقات سابقه عن مجموعته الجديده، النهارده بنواصل لقاءنا معاه ورايه في الاطلالات الاخيره لنجمات زي سميره سعيد وامال ماهر ونوال الزغبي وغاده عبد الرازق. بس الغريب ان توفيق عنده عتاب على هيفاء وهبي اللي ما كانتش موفقه في الفتره الاخيره في اكتر من اطلاله، خصوصا في اسبوع الموضه في باريس، فيا ترى الكده ليه؟ المصمم اللبناني توفيق حطب آراءه جريئة وقوية وكشف لينا لماذا يهتم بسيدات المجتمع أكتر من الفنانات. إيه أنا بحب لبس بس بحب أخذ حق الفستان مثل ما هي لما بتطلع على الحفلة بتاخذ ثمن الحفلة اللي بتساويها، أنا بحب كمان لما أعطي فستان أخذ ثمنه. كمان أعلن عن الفنانات اللي بيتعاون معاهم هذه الفترة. بتعاون هلأ بالوقت الحاضر مع سميرة سعيد، بتعاون مع أمال ماهر، تعاون مع مدام غدا عبد الرازق. بوضح رأيه في إطلالات سميرة سعيد. سميرة إكسونتيك، يعني بعدها بتحب الفساتين اللي فيها شوية جناس اللي هيك مشغول فيها، اللي بتلعب الفستان بتحبه هيك. في أكيد في عندي ما أخذ عليها بعض الأحيان، في أشياء لبستها ما حبيت عليها. وأيضا الأزياء المفضلة لأمال ماهر. متى أمل ماهر؟ لا كلاسيك شوي، بتحب الفستان اللي كم طويل اللي مش مبين من جسمها شيء، كل واحدة عندها كاركتير. وبالنسبة لغادة عبد الرازق، شوفي أنا غادة تعملت معها وشفتها هي سامبل مرة مش مثل ما بتشوفيها بالتلفزيون. وأعرب عن وجهة نظره في إطلالات نوال الزغبي. مثلا زمان زمان لما كانت نوال الزغبي تتعامل مع إلي صعب كنت حب كتير إطلالاتها، ضبطت شوي وتعاملت مع حدا تاني أجنبي كانت دون المستوى، بعدين رجعت لزهير مراد. مزبوط ولا لا؟ إيه. بقى الوحدة لازم حتى لو تقدم لها فستان لازم تعرف كيف تختاره. كان لي آراء لزعة في إطلالات هيفاء وهب الأخيرة في باريس فاشن ويك. أنا ما حبيت، واللون الأصفر ما حبيته، واللي لابسته كله أصفر بأصفر ما حبيته، أو في تحت منه شيء أبيض ما حبيت. أنا كمان هذا أنا شفته صور ما شفته لايف، يمكن لايف غير شكل بس أنا ما حبيته. وهل أعجب بخط الأزياء اللي أطلقته هيفاء مؤخرا؟ أنا في حدا من أصدقاء هيفاء بعت لي قطعتين، واحدة جلد واثنين جلد على ما أظن. هيفاء أصلا مزوقة بس أكيد عندها شوية زبطات، يعني في مأخذ عليها، بس أكيد هي مستعينة بحدا عمال بصمم لها وعمال بيسوي لها. بعدين هيفا حينشروا على اسمها إذا كانت بأسعار مدروسة. أما عن الفستان اللي ظهر بيه في حفلها بدبي، بحب الجراءة الزايدة، بحب الوحدة تبقى ليدي حتى لو كانت سكسي. بعدين هديكي بتعمل الشو مشان تلبس هيك، أو بتلبس هيك مشان الشو تبعها. نحن لا، هي ست عمال بتغني بقى لازم شوي تبقى متحفظة. We'll be right back.
الفاصل في عرب وود الليلة، تفاصيل عن زيارة الأمير هاري إلى المغرب. أكشن. عابد فهد أمام كاميرا أخيه المخرج. نص مأخوذ عن هي الرواية اللي هي عندما تفيد الديار. بالرغم من حمل ميجا ماركل إلا أنها قررت ترافق زوجها برينس هاري في رحلته للمغرب، واللي بتستمر لثلاث أيام بدءا من السبت القادم. فيا ترى إيه هي تفاصيل الرحلة المنتظرة؟ ضمن الخطة الموضوعة بيزور برينس هاري وميجان ماركل ثلاث مدن مغربية، وهن كازابلانكا، أسني والرباط، ورح يكون التساوي بين الجنسين والتعليم هن عنوان الزيارة. كما رح يهبط الثنائي بمطار كازابلانكا السبت المقبل، ورح يكون باستقبالهم السفير البريطاني بالمغرب وزوجته. بيبدأ الثنائي نشاطهم فعلياً بدءا من يوم الأحد، حيث بيقوموا بزيارة إحدى المدارس يلي بتديرها مؤسسة التعليم للجميع يلي بتعتني بتعليم الفتيات بالمغرب. كما رح يلتقوا هنيك بعدد من المراهقين، ورح تنتهز ميغان الفرصة وتقوم بحضور حفل حنة على الطريقة المغربية لأحدى العرائس، ومن بعده رح يتوجهوا إلى مدرسة حكومية ليشوفوا سوا مباراة كرة قدم بين الأطفال. وبمساء اليوم نفسه رح يكون الثنائي بضيافة السفير البريطاني بفورم ريسبشن بالرباط، ورح يلتقوا هنيك بعدد من السيدات المغربيات المؤثرات بالمجتمع ورجال أعمال شباب ورياضيين من متحدي الإعاقة. وبصباح اليوم التالي رح يتوجه الثنائي إلى الاتحاد الملكي المغربي للفروسية ليتعرفوا هنيك على برامج الاتحاد الجديدة يلي بتدعم الأطفال ذوي القدرات الخاصة. كما بيحضروا كوكينج كلاس بفيلا دي زامباسادور يلي بيشارك فيها عدد من الأطفال يلي رح يقوموا بتعليمهم طريقة تحضير الأكلات المغربية التقليدية. وبهالجولة رح يلتقوا أيضاً بمجموعة من الأطفال متحدي الإعاقة يلي بيقوموا بعمل ديكوراسيون بالمطاعم. فيما رح ينهي الثنائي يوم ورحلتهم بزيارة إلى السوشيال انتربرونور ماركت ليلتقوا هنيك بعدد من الشباب المغربي. هاري وميغان منن أول أفراد الأسرة البريطانية المالكي يلي بيقوموا بزيارة المغرب، فسبقن كوين إليزابيث الثانية يلي قامت بزيارتها الأولى والأخيرة بالمغرب عام 1980. ومن خارج العائلة البريطانية قامت ملكة إسبانيا كوين لتيسيا بزيارة المغرب من أيام برفقة زوجها فيليب السادس، وكانت جولتهم الأكثر نجاحاً على الإطلاق حيث قامت بزيارة عدد من الأماكن السياحية المغربية. حفل كبير في دبي جمع ثلاثة من نجوم الأغنية وهم زياد برجي وحسين الديك وعباس جعفر، واللي معروف عنهم إن هم الثلاثة صحاب. افتتح الحفل عباس جعفر بواصلة كوميدية تلاه زياد برجي اللي انتظر داخل القاعة لحين وصول حسين الديك، وصعد على المسرح وشاركوا كمان العزف على الطبلة، ومن بعدها انضم ليه كمان عباس جعفر. الحفل كان من تنظيم شركة سبوتلايت لصاحبها ماهر خوخاجي بمناسبة عيد الحب، وبداية الحفلة كانت بواصلة كوميدية مع عباس جعفر. قلت لك أنا أكبر فائق. حبيب البرنامج ينعاد عليكم كلكم. حبيب قلبي، أنت جايب كل مالك بقى. وطبعاً حكى عباس كعادته مواقف عن طفولته أضحكت الجميع. من أنا وصغير كنت بالمدرسة كان يطلبوا منا إنه نعمل هاي الحركة، تفتح الأزهار وتسكر الأزهار. أما الفقرة الثانية فكانت مع زياد برجي اللي غنى مجموعة كبيرة من أغانيه. وكمان غنى مجموعة من الأغاني القديمة. وفي الختام صعد حسين الديك على المسرح وأشعل الأجواء، وهنا ظهر التناغم بين الفنانين الثلاثة. الحمد لله كتر خير الله، كان حضور كبير جدا وبمحبة كبيرة مننا ومن جمهورنا. فشارك زياد برجي وعباس جعفر حسين المسرح لكن بأدوار مختلفة،
فزياد تخصص في العزف على الدربوكة، أما عباس ففضل الطبول. عم بيقولوا معلق براسنا كل شيء في غنيته 7000 غنية، العلقان براسنا هالروح اللي كانت سائدة بيناتكم. فإذا نحن المادة اللي قدمناها حبينا نسوقها هي أنجحت. وبعد شوية صعد مرة أخرى عباس على المسرح، لكن المرة دي لمشاركة حسين بأغنية راسي بعلبكي. وكمان كان في ديو صغير بين حسين وزياد. وبالمناسبة دي قرر حسين الديك تفجير مفاجأة عن زياد برجي. البي من لبنان والأم من عندنا مصافيفة، بس هو مش بالي عنه مية لعنا، مش بالي عنه حبيبي. وصلنا للجزء الأخير من تغطيتنا لكواليس مسلسل دقيقة صمت اللي بيلعب بطولته عابد فهد وستفاني صليبة واللي تصور في سوريا، وده أسعد عابد جدا. النهاردة اختمها مسك مع بطل العمل عابد فهد اللي انفصل هذا العام عن شريكته نادين نجيم واستبدلها بممثلة شابة هي ستفاني صليبة. بس عابد فرحان جدا بالتجربة دي وبمسلسل دقيقة صمت، واللي من بعده على طول عنده ورشة عمل وتصوير مسلسل جديد. والحلو ان مخرجه هو اخوه، واسم المسلسل كمان ملفت جدا، هو عندما تشيخ الذئاب. اكشن. في كواليس تصوير المسلسل كان واضح جدا ان الفنان عابد فهد مهتم انه يظهر بافضل شكل يليق بدوره في العمل. ما بتخيلوا زي مثل ما بتقول كان بيلقطني عندك او بمحل تاني. وسالناه عن ملامح دوره في المسلسل. ملامح الدور انه هو شخص كان معرض لحكم، هذا الحكم ممكن انه يكون قاسي. لكنه كان رافض تماماً أنه يكشف أي شيء عن الشخصية أو حتى العمل. طبيعة الدور هو سري كتير، ملامح الشخصية ما بقدر أحكي عنها، السيناريو كتير حلو كمان ما بقدر أفضحه، فأنا برأيي ما في أي مادة يعني أخدمكم فيها، فالمقابلة رح تطلع كتير سطحية بس يمكن تكون كمان مشوقة. خلونا نشوف شو رح يصير، يعني ما بعرف هلا بنشوف الشباب إذا بيقدروا يوضحوا أكتر، أنا ما رح أقدر أوضح. لكن أكيد بعد إلحاح وإصرار كشف لينا بعض جوانب الشخصية. باختصار بين قوسين ممكن الواحد يكون رايح للهاوية وبعدين فجأة يلاقي حاله أنه القدر ساعده أنه ما يوقع بهالحفرة. هالعودة إلى الحياة هو الأكشن اللي عم بصير، وهي الصدمة، وهي إعادة حكاية هذا الرجل أو محاكاته الشخصية لسيرته لتاريخه لعلاقته بأهله بضيعته بقرايبينه. يوم من الأيام. وسألناه كمان عن رأيه في المسلسلات البان أرب. موضوع الأعمال العربية البان أرب هو موضوع جدا مهم، لأنه هي تضع العمل على خريطة أكبر، فتحت فرصة أثناء الأزمة للفن أو للدراما السورية أن تبقى يعني مستمرة. وإيه العناصر اللي بيختار بيها أعماله الدرامية؟ أهم شيء أن لا يكون هناك تكرار، يعني أن الدور ما يكون مكرر، الدور لأنه بس يكون مبرر ما حرام، يعني صعب ما حدا يقدر يتعملي فيه شيء جديد ولا رح تقدمي فيه شيء جديد وغير مغري، عرفتي؟ إذا رح يكون بس مشان موضوع المادي فهذا بيكون كأنك عم تخون نفسك أو عم تخدع المشاهدين. وكشف لينا عن أعماله الجديدة. عندي مشاركة بعمل اسمه عندما تشيخ الذئاب، عندي دور يعني ضمن مجموعة الأدوار، يعني لأنه هو عمل جماعي إخراج عامر فهد أخي، نص مأخوذ عن هي الرواية اللي هي عندما تشيخ الذئاب.
الحد مع الجزء الأول من فقرة نجم الأسبوع مع المطربة الإماراتية إريام. أنا دخلت المجال بالصدفة، لا على البال ولا على الخاطر. هو أحلى شيء بالبيت، ضحك، الجنون، كل شيء كل شيء كل شيء. على هذا المسرح قدمت قصائد الشيخ زايد الله يرحمه. Single and proud. خلصت حلقة عرب وود الليلة وكان فيها عرض أزياء يكشف عن مشاركة ماجد المصري لمحمد رمضان في مسلسل زلزال. بخلص مسلسل بحر إن شاء الله، وبعد كده إن شاء الله داخل مع محمد رمضان مسلسل زلزال. زفاف جينيفر لورنس قريب جدا. Are you happy? I love you. مصمم الأزياء توفيق حطب بينتقد النجمات اللبنانيات في باريس فاشن ويك. أنا بحب لبس بس بحب أخذ حق الفستان. ميغان ماركل ترافق زوجها للمغرب رغم حملها. زياد برجي يعزف في حفلة حسين الديك. عم بيقولوا معلق براسنا كل شيء في غنيته 7000 غنية، العلقان براسنا هالروح اللي كانت سائدة بيناتكم. عابد فهد بن دقيق صامت عندما تشيخ الذئاب. ممكن الواحد يكون رايح للهاوية بعدين فجأة يلاقي حاله إنه القدر ساعده إنه ما يوقع بهالحفرة. وبكده تكون خلصت أخبار وأحداث حلقة النهاردة. استنونا بكرة وحلقة جديدة من عربود. وشكرا لمتابعتكم.